عبد الله عيد، سن 27 سنة، ابن مدينة الرباط، فاعل مدني في المجتمع المدني منذ يعني تقريبا 10 سنوات دابا، ملي كانت عندي 17 سنة تقريبا. ودابا انا عضو ديال المجلس الوطني ديال حزب الأصالة والمعاصرة، يعني هذه الولاية الثانية ديالي في المجلس الوطني ديال الحزب. انا انخرطت في المجتمع المدني في سنة 2012، وفي سنة 2014 بديت كنفكر انني انخرط سياسيا في شي حزب سياسي، لانه بالنسبة لي مزيان اننا نناضلوا في المجتمع المدني ونحاولوا نديروا التغيير، ولكن في الاخير هذاك التغيير كيبقى دائما في اليد ديال واحد العدد ديال المؤسسات، من المؤسسات التشريعية، الحكومة، الوزارات الى اخره. فبالتالي السؤال هو شكون اللي شدد المؤسسات؟ فهما احزاب سياسية في الاخير، هما ناس سياسيين. انا كنت عضو في اللجنه المكلفه بصياغه البرنامج الانتخابي، وكانوا عندنا نقاشات كثيره وعميقه، وكانوا فيها بزاف ديال الاطر الكبيره اللي دوزات واحد العدد كبير ديال المناصب في مختلف المجالات اللي كانت قدمت لنا يعني اضافه كبيره ونوعيه. ما بين الحوايج اللي كنا خرجنا بها، بعدا كنا درنا اون ايتود، يعني خرجنا عند المواطنين وسولناهم شنو هما الامور اللي كتهمهم. فبطبيعه الحال اول حاجه لقينا ملي كتهضر مع المواطنين وخاصه الشباب والشابات هي الشغل. اول حاجه كيهضروا عليها المواطنين هي الشغل. حنا عارفين هذه فتره ديال ما بعد الكوفيد، دونك ما بعد الكوفيد صعيب بزاف اننا نزيدوا نطالبوا من الدوله انها تشغل. اي واحد كيخرج وتيقول باللي راه الدوله غادا دير وغادا تفعل وغادا تزيد مناصب اولا غادا تقدم اعانات، فنكونوا متاكدين انه هذا الامر هذا صعيب يتطبق وغيكون كيبيع فقط الاوهام. فبالتالي حنا شنو تنقولوا؟ باش نزيدوا مناصب شغل ماشي ضروري تكون الدوله هي اللي غادا تقوم بخلق هذه المناصب، لانه دابا صعيب بزاف انك يعني البيدجي ديال الدوله مازال واكل الدق بزاف. فبالتالي حنا كنقولوا خصنا نعتمدوا على السيكتور بريفي، ولكن ملي كنقولوا نعتمدوا على السيكتور بريفي ما كنقولش بلي غادي نعتمدوا على واحد الشركات كبيره اللي غادي نقولوا لها اجي تستثمري في المغرب ولا لا. غادي نحاولوا نسهلوا على الشباب المغربي عبر لي بي ام او اي لي تي بي او انهم يقدروا يخلقوا لراسهم مناصب شغل، وبعد ذلك ملي يقدروا انهم يتطوروا يعني هما براسهم يخلقوا مناصب شغل اخرى داخل الشركات ديالهم اللي هي دي بي ام او اي دي تي بي او. هذا من ناحيه ديال الشغل. بطبيعه الحال ركزنا على واحد الامور واحده اخرى اللي هي التعليم، اللي هي الصحه. تنقولوا باللي في التعليم كاين ان بودجي اللي هو كبير، ولكن البودجي الكبير البورسونتاج ديالو سي ان بودجي دو فونكسيونمون. البودجي دانفستيسمون خصو يزيد يطلع، ولكن الا قلنا للمغاربه راه غنطلعوا من البودجي ديال التعليم غنكونوا كنكذبوا عليهم، لانه اولا التعليم ديجا كياخذ تقريبا الثلث ديال الميزانيه ديال 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 الدوله. ربما الا قدرنا اننا نزيدوا فيه شويه غادي نزيدوا فيه شويه، ولكن ماشي بواحد الامكانيه اللي غادي تلقى فيها هذاك الامباكت. فبالتالي كنقولوا انه اللي خصنا نعتمدوا عليه غدا ولا بعده قبل ما اننا الميزانيه ديال الدوله تزيد تكبر ونقدروا نزيدوا للتعليم في الميزانيه، كنقولوا انه نعتمدوا على لي بارتناريا بوبليك بريفي. علاش؟ لانه التعليم هو اللي كيخلي تكون واحد لا ميكسيتي سوسيال ما بين الغني الفقير الطبقه المتوسطه. اليوم هاد لا ميكسيتي سوسيال ما بقاتش عندنا، اللي غني كيقرا في ليميسيون ولا كيقرا في مدرسه بريفي اللي غاليه بزاف، الطبقه المتوسطه كتقاتل باش كتقري ولادها في 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 في, في, في البريفي بواحد الاثمنه معينه، واللي في الطبقه الفقيره هما اللي كيقراو في التعليم العمومي لانه الحاله ديالو متدهوره. فبالتالي حنا تنقولوا انه اليوم خاصنا نحاربوا هاد لا نون ميكسيتي سوسيال، لانها كتخلي المغاربه ما يعرفوش بعضياتهم. هذاك الفقير كيولي حاقد على هذاك الغني هو ما عارفوش، هذاك الغني خصو يسكن في بلاصه اللي هي شويه بعيده اللي ما كيوصلش ليها هذاك اللي ساكن في طبقه شعبيه، وهذا الشيء خطير بزاف. بالنسبه للصحه كاين يعني حنا عارفين بلي عندنا نقص كبير ديال 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 الاطباء، وتنقولوا باللي بطبيعه الحال خصنا نزيدوا في مناصب ديال الشغل، ولكن مره اخرى كنعاوتاني نطيحوا في هذه الاشكاليه هذه، وما يمكنش نخرجوا عند المغاربه ونكذبوا عليهم ونقولوا لهم باللي راه الا جينا لهذا راه حنا غنخدموا في البلاصه 20000. جو بونس كو عندنا نقص ديال 20000، ما يمكنش الا جينا راه حنا كنكذبوا على المغاربه الا قلنا لهم هذه الهضره. فبالتالي حنايا تنقولوا في القطاع ديال، وخصوصا انه المشكل الكبير في القطاع ديال الصحه هو ان راه الغالبيه ديال الاطباء متمركزين في واحد العدد ديال المدن.
نهار دار السيرفيس اوبليغاتوار في لي فيلاج كانوا بزاف اللي هما ضده. فبالتالي حنا تنقولوا كيف ما واحد العدد ديال الدول فتح الباب للاطباء المغاربه انهم يمشيو يقراو تماك ويخدموا تماك، فتحنا خاصنا نفتحوا الباب لواحد العدد ديال المواطنين اللي هما يمكن دي سوب سحاريان اللي باغيين يجيو، وسورتو دي سينيغالي كنعرفوهم بزاف، باغيين يجيو يقراو في المغرب وباغيين عندهم الحق يقراو جميع الامور الا انهم يمارسوا الطب في المغرب. وبطبيعه الحال واحد الامر اللي امور واحده اخرى اللي خدمنا عليها وماشي ثانويه، غير هذه امور اللي كتهم المغاربه اكثر من الامور الاخرى، والاخرى ماشي ثانويه، خدمنا على كيفاش اننا نحاولوا اندستريالييزيو لاغ ولا كولتور ولا سبور باش ما يبقاوش عيب على الدوله ولكن يوليو ان مارشي اللي كيدخل للدوله الفلوس. وكذلك خدمنا بطبيعه الحال كحزب تقدمي على الحريات الفرديه، وشفنا كيفاش ممكن انه هذيك لي زارتيكل ليبرتيسيد على الاقل تهزم لو كود بينال وتحط في لو كود سيفيل.